بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم رح نبلش بشيت 30 اللي بيحكي عن البروتينات. احنا الحمد لله خلصنا الليبيدات في الفيديو السابق، تمام. هلا رح نحكي انترودكشن للبروتينات. هلا بحكي لي بالنسبه للكربوهيدرات ممكن انهم يتخزنوا في الجسم على شكل جلايكوجين او على شكل فات نفس ما حكينا بالفيديوهات السابقه، تمام. هلا بحكي لي بالنسبه للجسم عنده unlimited stores من الكربوهيدرات، يعني الجسم في عنده مخزون كتير كبير أو غير محدود من الكربوهيدرات، بس هذا الإشي بتغير بما يخص الأمينو أسيد لأنهم ما بيتخزنوا في الجسم، تمام. فعشان هيك الانتيك اوف امينو اسيد بكون كتير مهم، تمام. هلا بحكي لي في عندي اسينشال وفي عندي نون اسينشال امينو اسيد، يعني في عندي احماض امينيه ضروريه واحماض امينيه غير ضروريه في الجسم. بالنسبه للاحماض الامينيه غير الضروريه، يعني انا بقدر اني اصنعها جوات الجسم. هلا بحكي لي انا في عندي انه الامينو اسيدز ما بيتخزنوا في الجسم نفس ما حكينا، فعشان هيك لازم انه اخذهم على شكل اكل اللي هم الدايت، او انه البادي انه يصنع لي اياهم اللي هي على شكل نون اسينشال امينو اسيدز، تمام. هلا بحكي لي بالنسبه للاكسس امينو اسيدز بصير لهم على طول ديجريديد، يعني بصير لهم تحطيم. اول خطوه اللي هي بتصير ريموفل للامينو جروب، تمام. فبيتكون عندي الامونيا وبتكون عندي الكربون سكيتون من الامينو اسيد على شكل الفا كيتو اسيد، تمام. هلا في كتير رح يتسالوا انه كيف بما انه الامينو اسيد شكله، هلا بورجيكم شكله زي هيك. هلا كيف رح يتكون عندي كيتو اسيد؟ يعني بس تطلع الامونيا المفروض تضل ايش اللي هو بس حمض كربوكسيلي اللي هو كربوكسيليك اسيد. طب كيف رح يتكون الكيتون؟ هلا هذا بس تطلع الامونيا بصير اوكسيديشن للامينو اسيد وبيتكون عندي اللي هو الالفا كيتو اسيد، ورح نحكي عنهم ان شاء الله في كمان شوي. يعني هلا بحكي لي انه هذا الكربون سكيلتون رح يصير له ميتابولايز، تمام. هلا بعد الميتابوليزم بقدر انه يتحول لجلوكوز او يتحول لفات، تمام. فعشان هيك ممكن انه يكون الامينو اسيد استخدمه كمصدر للطاقه. هلا رح نحكي عن النيتروجين ميتابوليزم. بالنسبة للإنترانس للنيتروجين للبادي، يعني كيف بفوت النيتروجين على الجسم؟ عن طريق الأمينو أسيد وهي الكمية الأكبر، أو عن طريق اللي هن النيتروجين كونتينينج كومباوند يلي أنا باكلها. طب كيف بصير الأكسكريشن للنيتروجين؟ النيتروجين بيغادي الجسم عن طريق اليوريا، وهو برضه بكون الغالبية العظمى بتكون بتغادر الجسم على شكل يوريا من النيتروجين، أو على شكل أمونيا، أو على شكل اليوريك اسيد اند اذر كومباوندز. هلا بحكي لي اذا انا قست النيتروجين كونتنت ان اور فود وقست النيتروجين كونتنت ذات وي اكسكريت، لازم انه يكون شو بيدخل عندي على الجسم لازم يطلع نفسه بنفس المقدار بنفس الكمية من برا الجسم. فعشان هيك بكون في العادة متساوي في البالغين، وهذا اللي أنا بسميه النيتروجين بالانس اللي هي موازنة النيتروجين في الجسم، أو اللي هو توازن النيتروجين، تمام. هلا رح نحكي عن البروتين تيرن اوفر. هلا هاي بتتعلق في البول اوف امينو اسيد، وايش اللي بيفوت جوا وايش اللي بيطلع من هاي البول، تمام. هلا بحكي لي انه احنا اذا قسنا هاي البول اوف امينو اسيد راح تكون عباره عن 100 جرام من الامينو اسيد بصير لها سيركيوليتنج، يعني هاي بتضل هال 100 جرام موجوده في جسمنا وبتدور في الدم، تمام. هلا هاي ال 100 جرام من امينو اسيد بتيجي من خلال اللي هي تحطيم 400 جرام من تيشو بروتينز كل يوم، وهدول ال 400 جرام المحطمين من التشو بروتين بيستخدموا لتصنيع 400 جرام من التشو بروتين. فعشان هيك يلي بصير له تحطيم بصير له تصنيع، وهذا يلي انا بحكي عنه البروتين تيرن اوفر، وهذا اللي هو موضح بهذا الشكل اللي هي الامينو اسيد بول هياته اللي هي عباره عن 100 جرام بصير لها سيركيوليتنج، البودي بروتين اللي هم 400 بصير لهم تكوين مره ثانيه اللي بصير لهم ديجريديد بصير لهم سينثيسيس. هاي هي ما يعرف بالبروتين تيرن اوفر. هلا بحكي
لي في عندي كمان بروتينز باخذهم من الفود، هي الفود فروم اوتسايد اللي هي فيز ذا بول اوف امينو اسيد ذات از ابروكسيمتلي اللي هي من 60 ل 100 جرام من البروتينز يلي احنا بنحتاج اللي هن 60 جرام منهم بس. وهي هاي اللي بحكي لي عن الدايتري بروتينز اللي هي 100 جرام بير داي تيبيكال اوف اور دايت، يعني هي تو بتفيد البول اللي هي ال 100 جرام. احنا كمان بنصنع النون اسينشال فاتي عفوا النون اسينشال امينو اسيد يلي بتفيد هاي البول. هلا بيحكي لي بالنسبه للامينو اسيد، هلا كيف المخرجات؟ هلا احنا بنستخدم الامينو اسيد عشان نصنع النيتروجين كونتيننج كومباوند مثل البيورين والبيرميدين والنيورو ترانسميتر، وهي موجوده في الرسمه انه انا عم بصنع البيورين والبيرميدين والى اخره. هلا بيحكي لي احنا كمان بنستخدم الاكسس امينو اسيد عشان نصنع الجلوكوز. بحكي لي هذا بصير during fasting اللي هي خلال عملية الصيام عشان اني احافظ على البلد جلوكوز ليفل او اللي هي المينتين بلد شوجر بشكل عام. هلا بحكي لي احنا كمان بس ناكل اكسس اماونت من البروتين راح ينتج عندي الفاتي اسيد اند فات، يعني راح تتحول امينو اسيد لا فات مثل ما هو هون موجود. هياتها هاي الجلوكوز والجلايكوجين. هلا بحكي لي بالنسبه هاي الفاتي اسيد والكيتون بوديز والى اخره، تمام هاي بس اخذ كتير اماونت اكسس اماونت من البروتينز. هلا بحكي لي جزء من الامينو اسيد راح يصير لهم اوكسيديشن في الكريب سايكل عشان يطلع لي انرجي طاقه، تمام. وبحكي لي بالنسبه للبول نفسها من الامينو اسيد تستخدم عشان تبدل اللي هن البروتينات المفقوده في جسمنا نفس ما هو هون موجود. هاي الامينو اسيد بول انا بستخدمها عشان ريبليسمنت اللوست بروتينز، تمام. رح نحكي عن الدايجيشن اوف بروتينز. هلا بحكي لي بالنسبه للبروتينات يلي بيوصلوا على الجهاز الهضمي جي اي يعني الجاسترال انتستين تراكت. هلا بحكي لي هلا بيوصلوا من الاستومك بعدين بصير لهم ابسوربت. هلا بحكي لي من وصولهم للجاسترو انتستينال تراكت لحتى ما يصير لهم ابسوربشن اللي هو عمليه امتصاص راح يواجهوا مجموعه من الانزيمات المحلله يلي راح تعمل تحطيم للبروتين للامينو اسيد يلي راح يصير لهم بعدين ابسوربشن يعني عمليه امتصاص. وهدول البروتيولايتيك انزيمز هم واحد اللي هو البيبسين موجود في الاستومك في المعده، وعندي البنكرياتيك انزيمز الموجوده في السمول انتستين، وفي عندي بيحكي لي انه في عندي بايو كربونات هدول موجودين في السمول انتستين عشان يعادلوا القايم. وانتو زي ما بتعرفوا انه القايم اللي هي عبارة عن بقايا الطعام، وبما انه اول اشي بيروحوا على الاستومك وانتو بتعرفوا انه الاستومك كتير حامضية لانه فيها الحمض المعدي اللي هو الHCL اللي بيخلي الاكل كتير حامضي، فبعد ما يصير له هضم في المعدة هضم جزئي يعني في المعدة بينزل على الامعاء الغليظة والامعاء الدقيقة ويعني باقي الجي اي تراكت. هلا بحكي لي في السمول انتستين في الامعاء الدقيقه في عندي البايكربونات وهذا بيشتغل عشان يعمل لي معادله للقايم، يعني عشان يخفف لي من حموضه القايم النازل من المعده، تمام. وفي عندي كمان اللي هي البروتيولايتيك انزيمز مثل التريبسين والكايموتريبسين والالاستيز والكاربوكسي بيبتيديز. بحكي لي انا بعدين عندي انتستينال امينو بيبتيديز يلي بكسر لي السمول فراجمنت لا اللي هم داي اند تراي بيبتايد. فبحكي لي بعدين انا راح يصير في عندي بالك من الامينو اسيدز، ليش؟ لانه راح يتكسر البروتين ده امينو اسيد وبعد من الداي والتراي بيبتايدز. هلا بحكي لي هدول الداي والتراي بيبتايدز ممكن انهم يصير لهم ابسوربشن خلال الميوكوزا سيلز وبحكي لي بصيروا امينو اسيد هناك، وبس الامينو اسيد اللي هم بيقدروا يطلعوا للبلاد. هاي الرسمه بتوضح لي كل شيء حكيناه. هاي بفود الفود اول شيء بينزل على الاستومك، الاستومك زي ما حكينا انه في عنده HCL اللي هو حمضه المعده، وهياته في عندي بيبسين اللي هو بينفرز من الاستومك كمان، ف بينزل على شكل قائم للانتستين هاي السمول انتستين، تمام. بنزل على شكل بيبتايد اند قائم. هلا بحكي لي بالنسبه للبنكرياس بتفرز اللي هي البايكربونات عشان تعادل القائم على السمول انتستين اللي جاي على السمول انتستين طبعا، وبتفرز اللي هم البروتيولايتيك انزيمز شو اسمه على شكل ان اكتيف فورم. هلا بنحكي ايش هو، تمام. وهلا لهونا تمام. هلا بعدين هدول البيبتيديز
بعدين بيجوا هدول الامينو بيبتيدايز اللي هم بكسروا لي السمول فراجمنت لداي وتراي بيبتايدز اند الامينو اسيد، وهدول بيقدروا انه يمتصوا من خلال الميوكوزيسز وبيتحول لامينو اسيد، ومن الامينو اسيد بيطلعوا على الدم، والامينو اسيد هو الوحيد اللي بيقدر يطلع على الدم دايركتلي. تمام. هلا هلا بحكينا عن البروتيولايتيك انزيمز اللي بينتجوا بكونوا على شكل زايموجنز. ايش يعني زايموجنز؟ هو الان اكتف فورم، عبارة عن مصطلح يطلق على الـ inactive form للإنزيم يلي رح يتحول لـ active form فيما بعد. هلا بحكي لي بالنسبة للنيم للزيموجنز بيكون على شكل برو أو أوجن، مثل هون عم بحكي لي مثلا اللي هم تريبسينوجن كيموتريبسينوجن والبرو إلاستيز والبرو كاربوكسي بيبتايدايز. تمام. هلا بحكي لي بالنسبه ل بالنسبه للاكتيفيتد بصير عن طريق الكليفج اللي هي ازاله بعد ما يصير لهم دخول على الجاسترو انتستينال لومن، يعني بعد ما يفوتوا على الجي اي تراكت لومن بحكي لي شو اسمهم بصير لهم كليفج ل الاكتف فورم تاعهم، يعني تريبسينوجين بصير تريبسين وهكذا. هلا بحكي لي الوحيد اللي هو البيبسينوجين اللي هو بينتج خلال الاستومك بحكي له بصير له اكتيفيتد برضه جوات الاستومك مش جوات الانتستينال تراكت لا بيبسين. ليش؟ لانه نفس ما حكينا انه في الاستومك البي اتش بتكون كتير كتير واطيه، فعشان هيك هذا بيؤدي انه يتحول للاتس اكتف فورم نتيجه لوجود الاتش سي ال سكريشن. هلا هون عم بحكي لي انه بالنسبه للبيبسينوجين بصير له انتاج عن طريق المعده نفس ما حكينا هلا، وبحكي لي بصير له اكتيفيتد برضه جوات المعده برضه نفس ما حكينا، وبحكي لي بالنسبه للجاستريك بي اتش بتكون حوالي 2 ل 3 درجات، والاتش سي ال بيسبب كونفورميشنال تشينج يعني تغيرات شكليه في البيبسينوجين وبيعمل له اكتيفيت يعني بيعمل له اكتيفيشن. تمام. هلا بحكي لي بالنسبه الاكتيفيتد بيبسينوجين بصير له بيعمل اكتيفيت للاذر بيبسينوجينز عن طريق اللي هي ازاله قطعه صغيره منهم. هلا بحكي لي بالنسبه للبيبسين بيتشكل منهم، هلا بحكي لي وبسبب اللي هم بارشل دايجستن للبروتين. اذا شو بصير للبروتين؟ بصير لهم تحطم جزئي. فبحكي لي انه بالنسبه للكايم بعد ما يطلع من المعده بيروح على السمول انتستين، والبنكرياتيك انزيمز بصير لها تحول مثلا التريبسينوجين. في عندي انزيم اسمه انتيرو بيبتيديز او انتيرو كاينيز بيعمل سبليت للتريبسينوجين، فعشان هيك بصير اكتف. هلا بحكي لي بعدين التريبسين بيعمل اكتيفيت للباقي البنكرياتيك انزيمز عن طريق اللي هي البارتشل بروتيولايتيك اليمينيشن، عن طريق اللي هي ازاله برضه سمول فراكشن يعني قطعه صغيره منهم. هلا بحكي لي كنتيجه بينتج عندي الكيموتريبسين الإلاستيز والكاربوكسيبيبتيديز يعني بكونوا في الأكتف فورم، وهاي المخطط اللي بيوضح لي كل إشي. هياتو بحكي لي هذا الصيغ العام للزايموجنز اللي هن على شكل برو أو جن. تمام. اللي هي البرو إنزيم بيصير عندي اللي هو الأكتف إنزيم. بالنسبة للبيبسينوجين نفس ما حكينا اللي هي الأش بلس اللي هي حمضة المعدة هي اللي بتعملها أكتيفيشن للبيبسين، والتريبسينوجين اللي هو الانتيروبيبتيديز هو اللي بيعمل له أكتيفيشن للتريبسين، وبعدين التريبسين بيعمل أكتيفيشن لباقي البنكرياتيك إنزيمز وبيتحولوا للأكتيف فورم تاعهم. تمام. هلا في إشي بيسهل عليكم إنكم تحفظوا من اللي بياخد برو ومن اللي بياخد جن. هسا اللي بياخد برو يلي فيهم إلاستيز اللي فيهم كلمة إلاستيز هم يلي بياخدوا برو، ويلي فيهم كاربوكسي بيبتيديز هم يلي بياخدوا برو، وباقي الانزيمات هم اللي بياخدوا جن. هم اصلا كتير سهل انكم تميزوا بينهم، يعني بس هدول الانزيمان اللي بياخدوا برو والباقي كلياتهم بياخدوا جن. تمام. هلا بحكي لي بالنسبه للاكتيف انزيمز يعني الانزيمز هدول اللي انا حكيت عنهم بعد ما يصير لهم اكتيفيشن بيكسروا لي الرابطه البيبتيديه. بحكي لي بس مش اي رابطه بيبتيديه بيروحوا بيكسروها، يعني كل انزيم بيكسر رابطه بيبتيديه لامينو اسيد معين. مثلا التريبسين بيروح بيكسر الرابطه البيبتيديه
لما يشوف الكربوكسيل جروب اللي جاي من الارجينين او اللايسين. اذا شاف حمض اميني ارجينين او لايسين بروح على الكربوكسيل جروب نفس ما هو موضح هون، ارجينين او لايسين بروح على الكربوكسيل جروب بروح بكسر الرابطه البيبتيديه عند هالتريبسن، بينما الكيموتريبسن بروح بيكسر الرابطه البيبتيديه يلي جاي على الكربوكسيل جروب يلي جاي من اروماتيك امينو اسيد. يعني اروماتيك يعني في تركيبه رينج، يعني في تركيبه بيحتوي على حلقه. وانا بفضل انكم تعرفوا الاستراكشر تاع كل امينو اسيد عشان يسهل عليكم بالحفظ، بس هو دكتور هون ما بيسال عن الاستراكشر، بس انه عشان تسهل الحفظ بس. هلا بحكي لي اذا هو بيكسر الرابطه يلي بتيجي بعد الكربوكسيل جروب من الاروماتيك امينو اسيد ومع الميثيونين واليوسين هياتهم. ايش هم الاروماتيك امينو اسيد يلي هم؟ إذا الأروماتيك أمينو أسيد هم التريبتوفان التيروزين والفينيلألانين بالإضافة للميثيونين واليوسين. أول ما نشوفهم هدول بيجي الكيموتريبسن وبيكسر الرابطة عند الكاربوكسيل جروب. هلا لما نحكي عن الإلاستيز، الإلاستيز بيكسر الرابطة البيبتيدية لما يشوف الكاربوكسيل جروب اللي جاي من سمول أمينو أسيد. شو يعني سمول أمينو أسيد؟ يعني ما بيحتووا على اللي هم التشين الكربون تشين بتكون كتير طويلة فيهم، مثل مثلا الجلايسين اللي يعد أصغر حمض أميني اللي بيحتوي بس على او اتش جروب بالاضافه اللي هم المجموعات الرئيسيه اللي هي الامان والكربوكسيل جروب الموجوده في كل امينو اسيد. وعندي مثلا السيرين والالانين برضو اللي بيحتوي على يعني اشياء كثير بسيطه مثل الاو اتش والسي اتش 3. تمام. هلا بحكي لي بدنا نيجي نحكي عن الامينو بيبتيديز. الامينو بيبتيديز هذا الانزيم هو عباره عن اكسو بيبتيديز بيشتغل على الان تيرمينال. كيف يعني اكسو بيبتيديز؟ يعني بكسر الرابطات اللي هي البرانية وبيجي بيشتغل على اللي هن اكسو بيبتيديز. يعني بكسر من برا ما بكسر من جوا. هو هنا اصلا مش حاطينه، ليش؟ لانه ما بيفوت بتكسير اللي هن اللي جوا، بكسر من برا وبيشتغل على اللي هي الامين جروب اللي هي وببلش من الان تيرمينال. يعني من وين؟ من النهايه الامينيه. هاي النهايه الامينيه، هاي النهايه الكربوكسيليه، هاي طلعوا بلش بكربوكسيل جروب، اذا هاي النهايه الكربوكسيليه وهاي النهايه اللي بتحتوي على الامين جروب. اذا من هون ببلش يكسر اللي هو الامينو بيبتيديز وبيشتغل عليها. هلا بدي احكي لي عن الكربوكسي بيبتيديز. انتبهوا انه في عندي امينو بيبتيديز وكربوكسي بيبتيديز، هذا برضو نفس الشيء عباره عن اكسو بيبتيديز، يعني بيشتغل من برا وبيشتغل على السي تيرمينال. يعني ببلش على نهايه البيبتايد بيروح على السي تيرمينال اللي هي اذا كانت كربوكسي جروب ببلش يشتغل. تمام. هلا بحكي لي بالنسبه ل الكربوكسي بيبتيديز انتم كيف تحفظوهم؟ انه تنتين بيبتيديز اوكي، واحد امينو اذا بيشتغل على الانترمينال، واحد كربوكسي اذا بيشتغل على السي تيرمينال اوكي. هلا بالنسبه الكربوكسي بيبتيديز هو من نوعين، الكربوكسي بيبتيديز اي بيشتغل برضه هو اكسو بيبتيديز اكيد، وبيشتغل على السي تيرمينال لما يكون الامينو اسيدز اللي هم موجودين هون اللي هم الالانين الايزوليوسين والليوسين والفالين موجودين، هذا الكربوكسي بيبتيديز اي. بينما الكربوكسي بيبتيديز بي هو برضه بيحكي لي عباره عن اكسو بيبتيديز وبيشتغل على السي تيرمينال لما يكونوا بس اللايسين والارجينين هم موجودين، نفس ما موضح لهم في الرسمة اللي هم هاي بي حاط عنده واللي هم الأرجينين واللايسين. تمام. هلا رح نحكي عن الابسوربشن اوف بروتينز، يعني كيف بيمتصوا البروتينات. بحكي لي الامينو اسيدز اللي هم بيفوتوا على الانتيروسايتس. ايش هم الانتيروسايتس؟ اللي هم عباره عن اللومن للانتستين. تمام. هاي الخلايا المبطنه للي هم الامعاء. تمام. اللي هي عن طريق شو بيفوتوا الامينو اسيد؟ عن طريق الصوديوم ديبندنت بروسس، هسه رح نحكي عنها. وبينما بحكي لي الداي بيبتايدز والتراي بيبتايدز بيفوتوا عن طريق البروتون ديبندنت بروسس. تمام. هلا بحكي لي هلا بفوتوا عن هذا الدخول للامينو اسيدز اسمه الابسوربشن بروسس، يعني عمليه الامتصاص. تمام. هلا بحكي لي انا في عندي اكثر من ناقل اللي هم ديفرنت ترانسبورتر لاكثر من امينو اسيد، يعني لاكثر من حمض اميني. تمام. هلا بحكي لي بعض الترانسبورتر اللي هن بكونوا سبيشلايزد، يعني مخصصين لاكثر من
امينو اسيد واحد، يعني الاكثر من حمض اميني واحد. هاي شوفوا هون الامينو اسيد بفوت بمصاحبه الصوديوم، وهاي هي اللي انا حكيت عنها اللي هي الصوديوم ديبندنت بروسيس، اللي هي بفوت بمصاحبه الصوديوم. تمام، هاي الامينو اسيد فات. بعدين انا في عندي ترانسبورتر لكل امينو اسيد مختلف عن الثاني، وفي ترانسبورترز بكونوا لاكثر من امينو اسيد. هلا بحكي لي انا بالنسبه للامينو اسيد اللي هم بصير لهم نقل عن طريق اللي هم الصوديوم نفس ما حكينا، يلي بفوت عن طريق اللي هي قوة التركيز، يلي هي انحدار التركيز. تمام، يعني من الهاي ان اي يلي بتكون اوتسايد الخلية. يعني هون بكون نسبة الصوديوم بكون كتير مرتفع، وجوات الخلية بكون منخفض، فعشان هيك بتفوت من الوسط الأعلى تركيز للوسط الأقل تركيز، وهي اسمها ستيب جريدينت اللي هي انحدار التركيز بالنسبة للصوديوم. هلا بحكي لي بعد ما يفوت الصوديوم بصير له بامبت اوت، يعني بيطلع برا نفس ما انتم بس ما هو موضح هون او انتم شايفين. هلا بحكي لي عن طريق شو؟ عن طريق الصوديوم بوتاسيوم بامب او الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي ايز، يلي بتحتاج ل اي تي هنا هي اكتيف بروسيس، فعشان هيك بتتطلب الاي تي بي. وليش اكتيف بروسيس؟ لانها رح تنتقل من الاقل تركيز اللي هو جوات الخليه للاعلى تركيز اللي هو برات الخليه، فعشان هيك بتحتاج لاي تي بي عشان اللي هي تنقل لي الصوديوم لبرا وتدخلي بوتاسيوم لبرا، بما انها هي صوديوم بوتاسيوم بامب. تمام. هلا بحكي لي عن الامينو اسيد اللي جوات الميوكوزا سيلز بصيروا هاي ان كونسنتريشن، يعني تركيزهم كتير عالي، وبيطلعوا بالفاسيليتي ديفيوجن، يعني في الانتشار المسهل على السيروزا سايد تو ذا بلاد اند تو ذا بورتال سيكويشن. كيف هذا الحكي بصير؟ خلينا اوضح لكم بالرسمه. هاي الامينو اسيد بعد ما يفوت على على الخلايا اللي هي الميوكوزا سيلز هي بزيد عددها كتير، فبتزيد تركيزها. تمام، فبصير تركيزها هون كتير عالي، فبيطلع على السيروزا سايد اللي هي عن طريق الفاسيليتي ديفيوجن اللي هي بالانتشار المسهل، يعني ما بيحتاج لطاقة من مرة. ليش؟ لأنه من الأعلى تركيز للأقل تركيز، وبروح على البلود وعلى اللي هي البورتال سيركوليشن. تمام، هلأ بحكي لي هنا انه اتذكروا انه بس واحد انه بس الامينو اسيد يلي بتفوت على البلاد، وبحكي لي هاي الامينو اسيدز اللي هي بتنتقل وبتروح واحد منهم بصير لهم مثلا ميتابولايتس في الليفر، وبعض منهم اللي هم بصير لهم بروحوا على الاذر تيشوز. تمام، هلا بحكي لي بالنسبه للبرانش تشين امينو اسيد، يعني الاحماض الامينيه اللي فيها برانش مثل اليوسين والايزوليوسين والفالين بصير لهم ميتابوليزم in the liver. تمام، هلا بدنا نحكي عن توضيح بس موجود في السلايدات. تمام الترانس ابيثيليال امينو اسيد ترانسبورت. شو يعني ترانس ابيثيليال؟ يعني عبر الابيثيليوم، وانتم بتعرفوا انه الابيثيليوم هو عباره عن خلايا، فبحكي لي عبر الخلايا هاي الموجوده اللي بتبطن الانتستين. تمام، بصير نقل الاحماض الامينيه. هلا بحكي لي صوديوم ديبندنت كاريز كاريرز اللي هم بينقلوا both الصوديوم and الامينو اسيد للانتستينال ابيثيليال سيل. تمام، من الانتستينال لومن نفس ما حكينا هون، اللي هم هاي الصوديوم كارير وبتنقل الصوديوم والامينو اسيد مع بعض من الانتستينال لومن للابيثيليال سيلز. هلا بحكي لي بينما الصوديوم بصير له بامبت اوت، يعني بيضخ على السيروزال سايد. تمام، عن طريق اللي هي البيزو لاترال ممبرين بتبادل مع البوتاسيوم عن طريق اللي هي الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي ايز اللي هي هاي هياتها من عند السيروزا سايد صار له بامب للصوديوم اوت اوف ذا سيل. تمام، والبوتاسيوم فات ونفس ما حكينا عن طريق اللي هي الصوديوم بوتاسيوم اي تي بي ايز لانها استخدمت الاي تي بي. تمام، هلا بحكي لي على السيروزا سايد الامينو اسيد تحمل عن طريق اللي هي الفاسيليتد ترانسبورتر داون اتس كونسنتريشن جريدينت. يعني داون اتس كونسنتريشن جريدينت يعني مع اتجاه تركيزها للبلود، وهذا اللي حكينا عنه هون هيات عن طريق الفاسيليتد ترانسبورتر دخلت الامينو اسيد للبلود. تمام، وصفت هون. هلا بحكي لي البروسيس از ان اكزامبل على السكندري اكتيف ترانسبورتر، يعني انا استخدمت طاقه عشان اطلع الصوديوم ودخلت الامينو اسيد بالفاسيليتد ديفيوجن. اذا بحكي لي هاي الطريقه تعتبر كمثال على اللي هي السكند هياتها
على secondary active transport، يعني كيف بدي احكي لكم، يعني نقل نشط ثانوي، يعني بيحتاج لطاقة بشكل غير مباشر. بس احنا كيف دخلنا الامينو اسيد بالفسيلات الدفيوجن، واذا حكى لكم انه هو مثال برضو على secondary فهو بكون صح، secondary active transport. تمام، هاي البي اي انه بيوضح لي انه هي الانورجانيك فوسفيت اللي هي بتدوج من تحلل الاي تي بي لاي دي بي والانورجانيك فوسفيت. تمام، احنا هلا رح نحكي عن الجينيتك ديس اوردرز للامينو اسيد ميتابوليزم. تمام، هلا رح نحكي عن الجينيتك ديس اوردرز لا السينثيسز اللي هو التصنيع والديجريديشن اللي هو التحطيم للامينو اسيد. هلا بحكي لي في عندي منهم بكون فيري رير يعني كثير نادر، وبعض منهم بكونوا على الافرج يعني على المستوى، يعني كيف بدي احكي لكم، يعني بكون عادي جدا، يعني بكون منتشر بس مش انتشاره كتير، ولا انه بكون لدرجة الندرة، يعني متوسط انتشاره. تمام، وبعض منهم بكون relatively common يعني شائع. تمام، هلا في عندي approximate 50 genetic disorder انا في عندي، اذا اكمل genetic disorder انا عندي 50 genetic disorder. هلا بحكي لي انا في عندي defected transporters يعني نواقل فيهم خلل. تمام، النواقل انتو بتعرفوا انهم هم عبارة عن بروتين، فهدول بيكون فيهم خلل. هلا بحكي لي الماست كومون، بحكي لي هذا هو بكون عبارة عن ماست كومون ديسوردر، يعني الاكثر شيوعا في الامينو اسيد ميتابوليزم. اذا هذا الخلل يلي هو الخلل في النواقل بكون هو الاكثر شيوعا في الامينو اسيد ميتابوليزم. تمام، هلا بحكي لي هذا الترانسبورتر يلي هو بيعمل ري ابسوربس للداي بيسك امينو اسيد مثل الارجينين والاورناثين واللايسين وبالاضافه للسيستين يلي مش يعتبر داي بيسك، بس هون حاطينه داي بيسك يعني هيك تجاوزا، بس هو مش داي بيسك. ايش يعني داي بيسك امينو اسيد؟ يعني بيحتوي على امين جروب مرتين في الامينو الاسيد الواحد. يعني مثلا الارجينين كتركيب بيحتوي على الامينو جروب الاصليه الموجود في كل امينو اسيد، وبيحتوي على في السايد تشين بيحتوي على امين جروب ثانيه، ونفس الشيء اللايسين ونفس الشيء الاورناثين. والسيستين بيحتوي على سيلفر جروب في السايد تشين مش امين جروب. تمام، وهذا وين بصير في الكيدني تيوبيولز. ونفس الشيء هون بحكي لي انه سيستينيوريا هو عباره عن مرض او ديس اوردر بصير في البروكسيمال تيوبيولز ريابسوربشن اوف فلترد سيستين عند الداي بيسك امينو اسيدز اللي هم اللايسين والاورنيثين والارجينين. تمام، هلا بحكي لي لما هاي ترانسبورتر يصير لها ديفكتيف اللي هو خلل او مرض، الاكوميوليشن يعني التجمع للامينو اسيدز في اليورينري تراكت اوكور، يعني بيتجمعوا الامينو اسيد هون ما بصير لهم ري ابسوربشن وبيتجمعوا في اليورينري تراكت وبيطلعوا مع اليورين. هلا بحكي لي بس السيستين بما انه بيحتوي على ذره سلفر بروح بيعمل بيتحد مع سيستين تاني وبيكون لي إشي بيصير لو سوليوبل، فبالتالي بيترسب على شكل كريستلز يلي هم ستونز على شكل حجار، وبصير له اللي هي بريسيبيتيتد ان يورينري تراكت يعني في الجهاز البولي. هلا بحكي لي هذا تكرار هذا المرض بكون 1 كل 10,000 بصير له تكرار لهذا المرض. هلا بحكي لي هياته هون برضو شرح لها نفس الرسمة، بحكي لي انه الـ inability to reabsorb السيستين بيؤدي للأكوميليشن، وكمان اللي هي الـ precipitation للـ stones of cystine in the urinary tract، وهذا اللي حكينا عنه. هلا رح نحكي عن الـ protein degradation. هلا الـ protein بصير له degradation جوات الخلية. هلا الـ protein concentration جوات الخلية بصير له بضل له محافظ عليه، يعني بكون maintained. تمام، عن طريق اللي هي البروتين degradation and the resynthesis. تمام، هاي البروسيس احنا حكينا عنها اللي هي اسمها turn over في بداية الفيديو. تمام، وهلا بحكي لي هاي العملية بتكون variable. كيف يعني variable؟ يعني انه البروتينز اما بتكون عندها short half life يعني عمر نص قصير، يعني بصير لها degradation و resynthesis باستمرار، مثل regulatory proteins و misfolded proteins بكون عمرها من minutes لا hours. regulatory اللي هم البروتينات التنظيمية أو misfolded يعني اللي صار لها طيبة غير شكلها الصحيح. تمام، هلأ بحكي لي في كمان بروتينات عندهم long half life يعني عمر نص طويل، مثل الماست proteins يعني أغلب بروتينات الموجودة في جسمنا عندهم عمر نص طويل، بكونوا من days للweeks يعني من أيام لأسابيع. تمام، وفي عندي very long half lives half
very long half lives. اوكي هدول اللي بكونوا ال structural proteins بكونوا من months ل years اللي هم البروتينات اللي بتساهم في تركيب الخلايا وبتساهم في تركيب جسمنا. هدول بكونوا كتير طويل عندهم عمر النص. تمام فعشان هيك بصير في synthesis اللي بيحافظ على البروتين كونسنتريشن وبصير في degradation وهكذا فبيتم المحافظة على البروتين كونسنتريشن. هلا رح نحكي عن الكيميكال سيجنلز يلي بتأثر على البروتين degradation. تمام هلا بحكي لي أنا في عندي طريقة معينة لتحطيم البروتينات الموجودة في جوات الخلايا. هلا هاي وفي عندي كمان إشارات بتساعد على إنه نتعرف إنه هذا البروتين إله عمر نص قصير أو عمر نص طويل. تمام كيف هذا بصير؟ كيلي هذا بصير عن طريق اللي هي الموديفايد أو الألترد بروتينز. يعني بصير في عندي بعد ما يصير عملية الترجمة بصير في عندي موديفيكيشن اللي هي تعديلات على الألانين ريسيديو يلي هي الألانين أمينو أسد يلي موجود عند الان تيرمينال. نفس ما حكينا الان تيرمينال اللي هي نهاية الأمينية لكل بروتين. تمام هلا بحكي لي هدول يلي بصير عليهم هيك تعديلات بيكون عندهم اللي هو عمر النص كتير قصير. تمام هلأ بحكي لي كمان اللي هو الانترمينال ريزيديو بالانترمينال نفسه بيشتغل كإشارة. تمام لما يكون في عندي سيرين انترمينال أمينو أسد بيكون عنده الأمينو أسد عنده long half life البروتين. تمام بينما إذا كان في عنده أرجينين انترمينال أمينو أسد بكون في عنده short half life للبروتين أو بكون في عنده acetylated اللي هو الألانين بكون في عنده short half life البروتين. تمام وبحكي لي بالنسبة للبروتينات يلي بتكون تسلسلها غني في البرولين في الجلوتامين في السيرين أو الثريونين يلي هي اختصارها PEST عشان تسهل عليكم الحفظ يلي هي أول حرف من كل أمينو أسد بكون في عندهم غالباً اللي هو short half life. وما تلخبطوا هون بين السيرين الموجود هون يلي عنده long half life ليش؟ لأنه السيرين الموجود هون بكون موجود بس على الانترمينال يعني بكون موجود في نهاية البروتين على الانترمينال سيرين ساعتها أنا بحكي عنه أنه هو عمره طويل. بينما لما يكون البروتين غني في السيرين ساعتها بحكي أنه يعني عنده أكثر من سيرين متعدد السيرين عنده ساعتها أنا بحكي عنده اللي هو عمر نص طويل. كل هاي الإشارات بتساعد إنه النظام إنه يعرف العمر النص لكل بروتين ويساهم في تحطمها لما يحين موعدها يعني متى لازم تتحطم. تمام بحكي لي في عندي تو ميكانيزم عشان أحطم البروتين. أول ميكانيزم بدها طاقة بتكون يلي هي بتكون بتضمن اللي هي رابطة مع السمول جلوبيولر بروتين يعني بروتين كروي اسمه يوبيكويتن بروتيوسوم. تمام هلا بحكي لي مصلي اللي هي البروتينز يلي عندهم شورت هاف لايف هم يلي بيرتبطوا في هذا الجلوبيولر بروتين. تمام وبحكي لي هاي الطريقة بدها طاقة يعني انرجي ديبندنت هي وبحكي لي هي بتستخدم الاندوجينس بروتين يعني المصنع جوات البروتينات المصنعة جوات الجسم. بحكي لي بالنسبة للطريقة الثانية ما بتحتاج لطاقة بتتضمن انه الاكستراسيلولار بروتين والبلازما بروتين والممبرين بروتينز وبعض الانتراسيلولار بروتين بصير لهم ادخال عن طريق الاندوسايتوزيس وبصير لهم فيوز باللايسوسوم وبعدين عن طريق اللايسوسوم الانزيم عن طريق النون سيلكتيف يعني مش اختياري بكون ديجريديشن بصير وعن طريق اللي هم الهايدروليزز بصير التحطيم وبالتالي بيتحطموا هدول البروتينات. هلا رح نحكي عن اليوبيكويتن انزيم عفوا يوبيكويتن سيستم. تمام هاي الطريقة بحكي لي بتتضمن اللي هي بروتين إله عمر نص قصير ومستهدف للديجريديشن للتحطيم. تمام وبتتضمن كمان اليوبيكويتن اللي هو عبارة عن سمول جلوبيولر بروتين يعني بروتين صغير كروي وبيرتبط باللي هو البروتين المستهدف. هلا كيف بصير عملية البايندينج؟ هلا بحكي لي السي تيرمينال لليوبيكويتن بكون عبارة عن الجلايسين يعني النهاية الكربوكسيلية لليوبيكويتن بتكون عبارة عن الحمض الأمين جلايسين. تمام هلا بحكي لي الألفا كربوكسيليت اللي هي نفسها السي تيرمينال
بترتبط بتايت بوند يعني برابطة قوية مع أمينو جروب لا اللايسين ريسيديو في عملية بتحتاج لطاقة أكيد ليش إنها عملية تكوين رابطة. تمام هلأ بحكي لي هي بتحتاج لثلاثة إنزيمز E1 و E2 و E3. هلأ بحكي لي مجرد ما اليوبيكويتن العشوائية ارتبطت الكومبلكس بفوت على البروتيوسوم. كيف هاي العملية بتصير؟ هياتها هذا السيلولر بروتين وهي اليوبيكويتن. اليوبيكويتن كان بيحتوي على جلايسين في السي تيرمينال تاعه بروح بيرتبط مع الانترمينال اللي هو اللايسين تمام لا اللي هو السيلولر بروتين وهياته بيرتبط بعدين بفوت على إشي اسمه بروتيوسوم. البروتيوسوم هو عبارة عن بارلل شيب يعني شكله متوازي تمام and has a tunnel in the middle يعني عنده زي النفق جواته يعني من جوا بكون زي فراغ أو زي دائرة بفوت فيها هذا البروتين وخلال هذا التنل تمام وعن طريق البروتيولايتك اكشن للبروتيوسوم البروتين بصير له ديجريديشن واليوبيكويتن بصير له ريليزنج. هاي اليوبيكويتن بيطلع والبروتين اتكسر تمام. هلا بحكي لي الفراجمنتس هدول في الخلية بصير لهم ديجريديت لا الامينو اسيد عن طريق النون سبيسيفيك بروتيازز تمام يعني نون سبيسيفيك بروتيازز بكسروا لي هدول الفراجمنتس لا الامينو اسيد تمام. بعدين الامينو بصير لهم اعاده استخدام لا السينثيز مرة تانية هدول الأمينو أسد. هلأ بحكي لي بينما اللايسوسوم اللي هي الطريقة اللي ما بتحتاج لطاقة شو اسمها هي بتكون لا تحطيم البروتينات اللي عندهم long half life مثل الممبرين بروتين والبلازما بروتين مثل ما حكينا تمام. هلأ النيتروجين بالانس هلأ بحكي لي بالنسبة للأمينو أسد هم ما بيتخزنوا في جسمنا نفس ما بنعرف وحكينا عن البروتين تيرن أوفر اللي هو عبارة عن الديلي سينثيز يساوي الديلي ديجريديشن وحكينا إنه الإكسس أمينو أسد بصير لهم تحطيم بسرعة تمام وعن طريق اللي هي الرموفل للأمينو جروب والكربون سكيلتون اللي ضايل بيستخدم كسورس اوف انرجي أو يخزن كفات أو جلايكوجين. هلا بحكي لي بالنسبة للنيتروجين بالانس اللي هي يعبر عنها عن طريق اللي هي قياس كل النيتروجين اللي أنا بدخلها على جسمي وكل النيتروجين اللي أنا بطلعها من جسمي. إذا كان في عندي نيتروجين بالانس بكون ساعتها النيتروجين اللي أنا بدخله على جسمي اللي هو النيتروجين انتيك بيساوي النيتروجين اكسكريشن اللي أنا بطلعه من جسمي تمام. فبحكي لي في بعض الحالات لما النيتروجين بالانس يكون نيجاتيف شو يعني سالب؟ يعني لما الاكسكريشن للنيتروجين يكون أكتر من الانتيك يعني أنا بطلع من جسمي نيتروجين أكتر من أن أدخل ساعتها بكون هذا البالانس سالب تمام أو بكون بوزيتيف بالانس لما الاكسكريشن لما اللي بطلعه يكون أقل من يلي بدخله أقل is less than الانتيك. هلا رح نحكي عن النيجاتيف نيتروجين بالانس. شو يعني نيجاتيف نيتروجين بالانس؟ حكينا اني يلي بكون فيها الاكسكريشن اكتر بكتير من الانتيك. هلا بحكي لي هذا مؤشر على انه بكون في عندي لو بروتين انتيك يعني انا باخذ كميه بروتين اقل قليلة تمام. فعشان هيك تشو بروتين بصير لهم ديجريديشن. بحكي لي هذا الاشي بيشبه لما تكونوا صايمين تمام. بحكي لي هذا بسبب اللي هي ديجريديشن لتشو بروتينز وبيحول لي اياها لجلوكوز تمام. هلا بحكي لي فعشان هيك انا لما اقيس النيتروجين اكسكريشن راح اشوف انه راح يكون اكتر من يلي انا باخده. ليش؟ لان انا عم باخد كميات كتير قليلة من النيتروجين اقل من كمية اللازمة لتعويض اللي هي الـ شو اسمهم البروتينات اللي بصير لهم degradation جوات الخلايا. فعشان هيك الاكسكريشن بكون أكتر من الانتيك. بحكي لي كمان هو مؤشر على النقص في الاسينشال امينو اسيدز اللي هم الاحماض الامينيه الضروريه اللي ما بيقدر الجسم يصنعهم تمام. فبحكي لي بالرغم من كمان انه الدايتري انتيك از اديكيوت يعني انت بتكون بتاخذي بروتينز هياتهم. هاي الرسمه موضحت لي اياها يعني انت بتاخذي دايتري بروتين عادي بشكل طبيعي بس مثلا ما بتاخذي كل الاسينشال امينو اسيد. فعشان هيك الجسم رح يحتاج اللي هم هدول الاسينشال امينو اسيد فرح يصير يكسر لي في تيشو بروتينز وراح يصير
بصير يطلع لي كميات كبيرة من البروتين في برات الجسم. فعشان هيك هياته بحكي لي to get the essential amino acid your own protein gets degraded, وبحكي لي the amount of excretion للنيتروجين رح يكون كتير عالي مقارنة في الانتيك. بحكي لي also your intake is adequate, بالرغم من انه انت بتاكلي كل اشي تمام وكافي, بس ما في مثلا كل الاسنجر امانو اسد, فراح يزيد لي من النيتروجين اللي بيطلع في الاكسكريشن. فهذا بحكي لي due to internal degradation ده اللي هي التشو بروتينز. بالنسبة لأول واحد شرحته اللي هو الانادكيوت دايتري بروتين, اللي هي هياته انت ما بتاخدي اصلا دايتري بروتين كافي, ما بكفي انه يعيد تصنيع اللي بيتم تحطيمه من البروتين تيشوز. فعشان هيك عم بتحطم لي البروتينز اللي هو بشكل طبيعي واللي بكون التحطيم اكتر من كمية البروتين الداخلة, فعشان هيك بيطلع شو اسمه امينو اسيد او نيتروجين كتير في الاكسكريشن. وبحكي لي كمان ممكن اذا كنت بتعاني من الميتابوليك ستريس, يعني بكون في عندي كمية الديجريديشن بتكون كتير عالية في جسمي, تمام, هذا بيؤدي لا اكسس ديجريديشن لا اليور بروتينز, يعني انكريز ان ميتابولايتس, تمام, فالنيتروجين اكسكريشن رح يكون اكتر من الانتيك. ليش؟ لانه هذا جايين هدول النيتروجين من الميتابوليك ستريس على الانترنال بروتين, so this also cause اللي هو النيجاتيف نيتروجين بالانس, تمام. وهي الرسمه رح توضح هذا الاشي, انه التيشو بروتينز بيكون عمليه الديجريديشن يعني بيكون الانتك طبيعي وبكون عمليه التيرن اوفر طبيعي, بس عمليه الديجريديشن بتكون مش طبيعيه, بتكون كتير كتير عاليه. فهذا الاشي رح يطلع لي اللي هي كميه كبيره من النيتروجين نتج عن تحطيم التشو البروتينز تاعونا. هلا رح نحكي عن البوزيتيف نيتروجين بالانس. هلا بحكي لي احنا ممكن انه نحصل البوزيتيف نيتروجين بالانس لما نتعافى من ويستفول ديزيز, يعني انا عم بتعافى من مرض, هذا المرض عم بكسر لي كل شيء بجسمي, بعد ما اتعافى منه انا عم برجع يلي فقدته, تمام. فعشان هيك اللي انا باخذ البروتين رح يروح كلياته على السينثيسس للبروتين تيشوز, يعني البروتين ما رح يصير له ديجريديشن, رح يروح على طول اللي انا باخده رح يروح على تصنيع اللي هي اللي هي البروتينات يلي بحتاجها لانسجة الجسم. فكنتيجة الاكسكريشن رح يكون اقل من يلي انا اخدته, تمام. ومثال عليه البريجننت مومن يلي هي المرأة الحامل, بحكي لي مش هي بتكون بتبني في التشو تاعون جنينها, فعشان هيك الاكسكريشن للنيتروجين رح يكون اقل. ليش؟ لانه كل البروتينات اللي هي بتاخدهم بيروحوا للفيتس عشان يبني انسجته, تمام, فما رح يصير في عندي ديجريديشن للبروتين ورح يقل اللي هي النيتروجين اكسكريشن. ونفس الشيء باللاكتيشن يعني في تصنيع الحليب, تمام, النيتروجين رح يروح على الملك بروتين وما رح يصير له ديجريديشن. نفس الشيء هون هي الرسمه موضحه انه البروتين انه الدايتري بروتين بتروح كلياتهم عشان تصنع التشو بروتينز, في حاله سواء في حاله انها كانت المراه حامل بتوديها لطفلها, او اذا كانت بتوديها عشان تصنع الحليب, او اذا كان اصلا انسان متعافي من مرض فمكسر عنده البروتين وبده يرجع التشو بروتينز عنده, فكل يلي باخده بصنعه للبروتينات تاعون جسمه وما بصير في عندي ديجريديشن كتير, فبالتالي رح يكون الانتاك أعلى من الإكسكريشن. وهيك بنكون خلصنا فيديو اليوم, يعطيكم ألف عافية.